السلام عليكم مباراة قوية منتظرة مساء اليوم بين الفتح الرباطي والوداد الرياضي البيضاوي في الجولة التاسعة من الدور المغربي للمحترفين نتعرف على ترتيب الفريقين توقيت مباراة والقنوات الناقلة للمباراة ونبدأ بالترتيب الحالي للفريقين فريق الوداد الرياضي يحتل المركز الثامن بإحدى عشر نقطة فريق الفتح الرباطي يتواجد في الرتبة الثانية عشر بإحدى عشر نقطة مباراة قوية منتظرة بين الوداد الرياضي والفتح الرباطي في الجولة التاسعة مباراة الفتح الرباطي ضد الوداد الرياضي تلعب مساء اليوم الأحد الثالث من نوفمبر 2024 وأربعة وعشرون وتنطلق صافرة البداية على الساعة السادسة بتوقيت المغرب تونس الجزائر وعلى الساعة الثامنة بتوقيت المصري والسعودي مبارك الفتح الرباطي ضد الوداد الرياضي منقوله ان شاء الله على قناه الرياضيه المغربيه وايضا على منصه اليوتيوب لا تنسى دعمنا بلايك للفيديو والاشتراك في القناه